زيارة رسمية هي الثانية من نوعها تعكس عمق العلاقات الممتدة بين القاهرة وموسكو. وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة المصرية على رأس وفد رسمي رفيع المستوى. الرئيس عبد الفتاح السيسي كان على رأس مستقبل الرئيس الروسي لدى وصوله إلى الصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولي، ليتوجه بعدها الرئيسان إلى قصر الاتحادية. قمة ثنائية وأخرى موسعة عقدها الجانبان دارت خلالها مباحثات موسعة حول سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي التي تجمع البلدين على كافة الأصعدة، لا سيما الصعيد التجاري والاستثماري، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي ناهز 4 مليارات دولار، ودعم التعاون بين البلدين في مجال الأمن الغذائي والانتهاء من الإجراءات القانونية واللوجستية لتخصيص منطقة صناعية روسية بمحور تنمية قناة السويس. الجانبان رحبا بالانتهاء من الإجراءات الفنية والإدارية لإنشاء محطة الضبع النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية على ساحل البحر المتوسط بدعم فني وتمويل روسي كأول محطة من نوعها في مصر، تتوج لسنوات طويلة من التعاون بين البلدين بدءا بتشييد السد العالي ومرورا ببناء مجمع حلوان للحديد والصلب. المباحثات استعرضت كذلك تطورات المفاوضات الجارية بين الجانبين لتزويد هيئة السكك الحديدية بعدد من القطارات الروسية، وتطورات التعاون بشأن أمن المطارات. تطورات القضايا الإقليمية كانت حاضرة على طاولة المباحثات بين الجانبين، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأزمة السورية وجهود مكافحة الإرهاب. مؤتمر صحفي مشترك عقده الرئيسان شدد خلاله على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. وفي هذا السياق دارت اليوم مباحثاتي مع فخامة الرئيس بوتين، والتي تطرقنا فيها إلى كيفية دفع العلاقات الثنائية وتطويرها، سواء تلك التي تتصل بالتصنيع المشترك أو الأمن الغذائي أو تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، أو جذب الاستثمارات الروسية إلى مصر من خلال إقامة منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما بحثنا مشروعا واعدا آخر، وهو إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر، وننطلق من أن مثل هذه المنطقة ستكون أكبر مركز في المنطقة للصناعة وإمداد وتصدير المنتجات الروسية إلى أسواق دول الشرق الأوسط وإفريقيا. فإن الشركات الروسية الكبرى قد أبدت اهتمامها للاندماج والمشاركة في هذا المشروع، ونحن نتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات في هذا المشروع إلى 7 مليارات دولارات. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشاد من جانبه بالإجراءات المصرية لرفع مستوى الأمن في المطارات، ملمحا بأن العمل جار لإنجاز بروتوكول لتنشيط السياحة بين البلدين سيوقع في القريب العاجل. وخلال هذه الفترة فإن الجانب المصري بذل جهودا جبارة من أجل رفع مستوى الأمن في مطاراته، وناقشنا مع فخامة الرئيس المصري تسلسلية الخطوات المشتركة من أجل استئناف الطيران المباشر، وقدمت لي وكالة الأمن الفيدرالي تقريرا بأن الجانب الروسي بشكل عام مستعد لفتح الطيران والرحلات بين موسكو والقاهرة. قضية مكافحة الإرهاب كانت من بين القضايا التي تحدث عنها الرئيسان خلال المؤتمر، حيث شدد الرئيس السيسي على ضرورة تعزيز تبادل المعلومات بين الجهات المعنية في البلدين، خاصة فيما يتعلق بانتقال وعبور الإرهابيين، ليؤكد الرئيس الروسي على دعم بلاده لتوسيع التعاون العسكري بين البلدين وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية في مصر للتصدي لخطر الإرهاب. اتفقت مع فخامة الرئيس بوتين على أهمية تعزيز تبادل المعلومات بين الأجهزة المختصة اتصالا بجهود التصدي للإرهاب، خاصة فيما يتعلق بانتقال الإرهابيين من مناطق عدم الاستقرار إلى دول أخرى وارتكابهم لأعمال إرهابية في تلك الدول. وأكدنا كذلك ضرورة منع الدول لمرور هؤلاء الإرهابيين عبر أراضيها وتبادل المعلومات بشأنهم مع كافة الدول الأخرى والمنظمات الدولية المعنية. واتفقنا على توسيع التعاون العسكري والتعاون العسكري الفني بين البلدين من أجل تعزيز القدرات للقوات المسلحة المصرية فيما يخص بمحاربة الإرهاب. تصريحات الرئيسين تطرقت إلى القضية الفلسطينية وتداعيات قرار الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس، حيث أكد الرئيس السيسي على ضرورة الحفاظ على الوضعية القانونية للقدس في إطار القرارات الأممية، وعدم اتخاذ إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام في المنطقة. حيث أكدت للرئيس بوتين أهمية الحفاظ على الوضعية القانونية للقدس في إطار المرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، وضرورة العمل
على عدم تعقيد الوضع بالمنطقة من خلال اتخاذ إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام في منطقة الشرق الأوسط. كان الرئيسان قد شهدا التوقيع على وثيقة بدء إشارة تنفيذ محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية. قمة مصرية